السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة، إن شاء الله بإذن الله النهاردة يكون موجود معانا منحة ممتازة جدا، بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها أحب أوضح إن إحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة، ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا عليها فرص ومنح كتيرة جدا، منح في أمريكا، فرنسا، اليابان، كوريا الجنوبية، تايوان، دول كتيرة جدا، وكمان كنا اتكلمنا عن سلسلة فرص التطوع والسفر إلى الخارج، وكنا عرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة، وكنا عرضنا فرصة التقديم والقبول فيها كان حصريا عن طريق قناتنا، وهي كانت فرصة تطوع في فيتنام شاملة معظم التكاليف، وتم إعلان الفائزين في هذه الفرصة، وإن شاء الله يكون موجود معانا فرص جاية كتير التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا. وكنا برضو أعلنا عن خدمة، وهي خدمة المساعدة في التقديم لأي فرصة أو منحة أنت عايزها. طبعا احنا بنعرض في فيديوهاتنا طريقة التقديم وتفاصيل كل منحة، تقدر تقدم بنفسك او ممكن احنا نساعدك في عملية التقديم لأي فرصة او منحة انت عايزها. وعشان توصلك اي حديدة من القناة بتاعتنا يا ريت تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. واحب انوه كمان ان جميع روابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك ورابط التقديم الخاصة بالمنحة دي اللي هنتكلم عليها النهاردة هتلاقوا موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب دلوقتي خلينا بقى نبدأ على بركة الله ونتكلم على المنحة بتاعت النهاردة. هي منحة دراسية ممولة بالكامل في دولة تايوان، تمام؟ يبقى الدولة تايوان، واللي ما يعرفش دولة تايوان هي دولة موجودة في قارة آسيا، ودولة تعتبر شبيهة شوية بالصين أو بيستخدموا نفس لغة الصين، ودولة طبعا متقدمة ومتحضرة جدا. للي ما يعرفش عنها، لا هي دولة ممتازة يعني صراحة. الجهة المانحة هي تايوان انترناشونال جراديويت بروجرام، تمام، التي اي جي بي، ده اسم المؤسسة المانحة، هتكون الدراسة في المؤسسة او الجامعة دي، تمام، دي اسم الجهة المانحة. اخر ميعاد للتقديم للفرصة دي 1 فبراير 2020، وركز بقى في الميعاد كويس جدا لان ما بقاش وقت كبير، يعني التفاصيل اللي احنا هنشرحها كلها في الفيديو ده لازم تركز فيها عشان تلحق تجهز ورقك لو انت هتكون مهتم بالمنحة دي. الدول المتاحة للتقديم في المنحة دي هي جميع دول العالم، كل الدول العالم متاح ليها التقديم، من الدول العربية، من قارة آسيا، أوروبا، أفريقيا، كل الدول متاح ليها التقديم. المرحلة الدراسية هي مرحلة الماجستير والدكتوراه، يعني أنت حضرتك في المنحة دي متاح ليك إنك تدرس درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه، وفي كمان ميزة كويسة جدا هنتكلم عنها بعد شوية، صعب إنك تلاقيها في منح تانية، وهنوضح الميزة دي. التمويل اللي موجود في المنحة دي تمويل صراحة ممتاز جدا، المنحة دي ممولة بالكامل، هتتكفل لك بكل التكاليف. المنحة دي هتتكفل لك بمرتب سنوي مقداره حوالي 12500 دولار او 13000 في الحدود دي، بمعدل يوازي 1100 دولار شهريا، يعني انت كل شهر هتاخد مرتب بيعادل 1100 دولار طبعا يكفي احتياجاتك. كمان بالإضافة إلى سكن مفروش بالكامل لك بالقرب من الجامعة، يعني هيكون سكن كمان على الجامعة هيوفره لك مفروش بالكامل. طبعا كمان الميزة إن المرتب ده هيكون خالي من السكن، يعني أنت مش هتدفع منه أي مصاريف سكن أو حاجة، فبالتالي تقدر تدخر من المرتب ده ويكفي كل احتياجاتك الشخصية. كمان هيكون مصاريف السفر والطيران عليهم، تمام، تذاكر الطيران والسفر وكل ده هيكون عليهم. التأمين الطبي كمان في حالة لا قدر الله حدوث مرض أو حادث هيكون التأمين الطبي عليهم. المنحة دي كمان بتوفر لك مصاريف الطيران لحضور مؤتمرات وتدريب في دول أخرى، يعني حضرتك لو أنت مثلا عندك تدريب في دولة معينة، مثلا في دولة أوروبية، في دولة آسيوية، هم يوفروا لك كل التكاليف بتاعتها من مصاريف الطيران وغيره، تمام، عشان أنت تحضر مثلا التدريب والمؤتمر ده. كمان مصاريف الابحاث الدراسيه، اي ابحاث هتعملها خاصه بالمجال اللي انت تدرسه في المنحه دي هتكون مصاريف الابحاث الدراسيه عليهم. وفي طبعا مميزات اخرى كتير، طبعا التفاصيل بيتم التعرف عليها بعد القبول في المنحه. التخصصات بقى الموجوده في المنحه دي، طبعا في تخصصات كتيره ولكن معظمها تخصصات علميه، فيها تخصصات طبيه وهندسيه، فيها حاجه اسمها بايو انفورماتكس، موليكولر سيل بيولوجي، بايودايفرسيتي، يعني انت حضرتك بتبص على التخصصات دي وبتشوف اي تخصص مناسب ليك وبتقدم عليه. طبعا دي تخصصات رئيسية، في تخصصات فرعية جوه التخصصات دي بتقدر انك كمان يعني تتفرع في تخصص تاني اضافي داخل التخصص الرئيسي اللي انت هتختاره. شروط التقديم للمنحة دي بقى، عشان تقدم للمنحة دي انت محتاج ايه او ايه الشروط اللي لازم تتوفر فيك؟
اول حاجه لازم يكون لديك درجه البكالوريوس لبرنامج الماجستير. يعني لو انت حاليا دلوقتي لسه مخلص ثانويه عامه او لسه مخلص بكالوريا، غير متاح لك التقديم في المنحه. لازم تكون حاصل على درجه البكالوريوس اللي هي الليسانس، تمام، من جامعه عشان تقدم لدراسه الماجستير. يجب ان تكون حاصلا على درجه الماجستير لبرنامج الدكتوراه. لو هتدرس دكتوراه يبقى انت لازم يكون معاك درجه الماجستير. طيب كمان بقى في حاجه جميله جدا في المنحه دي، الناس اللي هي معاها درجه البكالوريوس ممكن انها تقدم على درجه الماجستير والدكتوراه معا. يعني ممكن ان حضرتك تدرس ماجستير ودكتوراه معا بمعدل 5 سنوات. يعني درجه الماجستير معدلها 2 سنين ودرجه الدكتوراه معدلها 3 سنوات. يعني انت هتدرس 5 سنوات كامله مره واحده على حساب المنحه وتتخرج وحضرتك معاك شهاده الدكتوراه. طبعا ميزه من الصعب انك تلاقيها في منح اخرى، فطبعا حاجه ممتازه جدا. كمان هيتم يعني من الشروط بقى اللي لازم تتوفر فيك، وركز في الشرط ده كويس قوي، ممكن يتم اعفائك من اختبار اتقان اللغه الانجليزيه. المنحه دي طالبه شهاده لغه، ايلتس او تويفل، وفي شهادتين تانيين موجودين يعني على الموقع الرسمي للمنحه دي، الشهادات المطلوبه لشهاده اللغه واثبات اللغه الانجليزيه. ولكن انت ممكن يتم اعفائك من الشهاده دي في حاله اذا انت درست برنامج سابق او درست درجه الماجستير او البكالوريوس سابقا باللغه الانجليزيه. يعني لو انت خدت البرنامج بتاعك بالانجليزي قبل كده خلاص انت معفي ومش محتاج تقدم ايلتس او تويفل، هتقدم بس تروح للجامعه بتاعتك وتجيب ورقه تثبت او مستند يثبت انك بالفعل درست باللغه الانجليزيه في درجه البكالوريوس او الماجستير، او على الاقل عملت دبلومه مثلا لمده 2 سنين كانت الدبلومه دي باللغه الانجليزيه. يبقى لازم لو انت مش هتقدم الايلتس او تويفل تجيب مستند رسمي من جامعه معتمده او حاجه معتمده، يعني مثلا معهد معتمد او جامعه معتمده تثبت انك فعلا درست باللغه الانجليزيه لفتره معينه. الاوراق المطلوبه للتقديم في المنحه دي اوراق بسيطه جدا، مطلوب منك صوره شخصيه، تمام، سهله جدا، شهاده التخرج وكشف الدرجات، شهاده التخرج بتاعتك لاخر مرحله دراسيه انت حصلت عليها سواء البكالوريوس او الماجستير بتقدم شهاده التخرج بتاعتك. كمان كتابه بيان الغرض او خطه البحث للدراسه في المنحه. في كده مطلوب منك زي خطاب النيه، حاجه اسمها البيرسونال ستيتمنت او الموتيفيشن ليتر. ده حضرتك بتكتب مقال كده في شكل وورد مثلا، المقال ده بتذكر فيه انت ليه عايز تنضم للمنحه دي، البرنامج اللي انت اخترته في المنحه دي، ليه حابب تدرس في البرنامج ده بالتحديد، يعني بتذكر فيه نيتك من الدراسه في المنحه دي وليه عايز تنضم للبرنامج ده. بتجيب 3 رسائل توصية، مطلوب منك 3 رسائل توصية اونلاين، تمام. وكنا اتكلمنا سابقا وفي معظم المنح السابقة اتكلمنا عن رسائل التوصية، ولكن هنا مطلوب منك 3. في بعض البرامج ممكن تحتاج منك رسالتين بس، وفي اغلب البرامج محتاجة 3 رسائل توصية. وتجيب طبعا خطاب الكفاءه في اللغه الانجليزيه او شهادات الكفاءه في اللغه الانجليزيه، اما تقدم ايلتس او تويفل. وطبعا الايلتس او تويفل اللي هم طالبينه بدرجه قليله جدا، طالبين ايلتس بدرجه 5.5، يعني حاجه بسيطه جدا. او ممكن تجيب شهاده اثبات اللغه الانجليزيه من اي مركز او جامعه معتمده انت درست فيها سابقا. وفي الجزء ده انا حاطط لكم الاعلان الرسمي للمنحه والموقع الرسمي للمنحه، وهنا ابلكيشن التقديم. خلينا الاول نتعرف على الموقع الرسمي للمنحه ونشوف التفاصيل الموجوده فيه، تمام. ده الموقع الرسمي، هيفتح معاك بالشكل ده، هتلاقي كل التفاصيل موجودة هنا من حيث المبلغ اللي هم بيعطوه كل شهر. هتلاقي متوفر 34,000، ده بعملة تايوان، تمام، ده بيساوي بالدولار كل شهر 1,100 دولار كل شهر هتاخدهم. طبعا في مميزات تانية كتير هتلاقيها مكتوبة هنا. هتلاقي موجود كمان التخصصات المتاحة اللي احنا كنا كتبناها، هتلاقي كل التفاصيل موجودة هنا تقدر تطلع عليها بكل سهولة. طيب خلينا بقى دلوقتي نتعرف على ابلكيشن التقديم وازاي نقدم للمنحه دي. اول حاجه هنا هتلاقي الرابط موجود، قدم الان او بلاي ناو، هتيجي تضغط عليه عشان يفتح معاك ابلكيشن التقديم الخاص بالمنحه. الابلكيشن هيفتح معاك بهذا الشكل. طبعا اول حاجه هنا انت مطلوب منك انك تروح عند كرييت اكونت وتعمل اكونت جديد على الابلكيشن التقديم. المفروض انك بالايميل والباسورد بتاعك بتعمل لوجن وبتخش على ابلكيشن التقديم، ولكن انت كمستخدم جديد محتاج الاول تعمل اكونت قبل ما تخش على الابلكيشن. فيبقى انت هتروح تعمل كريت اكونت من هنا، تمام، وتكتب كل البيانات او التفاصيل اللي هم طالبينها منك. طيب دي الصفحه اللي هتظهر لك لما تيجي تعمل كريت اكونت. مطلوب منك شويه بيانات هنا تكتبها، اول حاجه اسمك، اسم العائله، تاريخ ميلادك، الايميل بتاعك، وتاكد ان الايميل صح عشان طبعا ده اللي هيوصلك عليه القبول او الرفض من المنحه.
وهيتم تسجيل كل البيانات عن طريقه. تعمل كرييت باسورد هنا وتأكد الباسورد تاني، وبعد لما تخلص تضغط على كلمة سيف، ويبقى انت كده عملت ايميل على او اكونت على المنحة. تمام. طيب لما تخلص الاكونت هتاخد الايميل بتاعك اللي انت كتبته هنا، وتاخد الباسورد اللي انت كتبته هنا، وتروح بقى للصفحة بتاعت لوجن اللي هي دي اللي احنا كنا ذكرناها في الاول، وتكتب البيانات دي هنا، وبعد كده تضغط على كلمة لوجن عشان يدخلك على ابلكيشن التقديم. طيب ابلكيشن التقديم هيفتح معاك بالشكل ده. طبعا هنا لو بصيت في الجزء ده هتلاقي في خانات مطلوبة منك هنا، وطبعا خانات مش كتيرة، خانات بسيطة. مطلوب منك انك كل خانة من دول تملى كل البيانات اللي مطلوبة منك فيها. اول خانة عندنا هي ابلكيشن انفورميشن، تمام، دي معلوماتك الرئيسية بقى والاصلية، اسمك، اسم العائلة، طبعا دي كانت بيانات مكتوبة كنا حطيناها، فاوريدي اول ما انت بتفتح الابلكيشن هتلاقيها. تختار هنا الدولة اللي انت مقيم فيها او جنسيتك، تحط تاريخ ميلادك اوريدي موجود، طبعا رقم الباسبور مش شرط انك تحطه، لو مش معاك حاليا باسبور خلاص بتسيب الجزء ده فاضي. هنا مطلوب منك صورة، تمام، صورة شخصية، بتحط الصورة هنا. هنا بتحط حالتك الاجتماعية، بتحط رقم تليفونك، بتحط العنوان اللي انت مقيم فيه حاليا، بتكتب عنوان شخص مثلا هم ممكن يقدروا يتواصلوا معاه في حالة تعذر الاتصال بيك على العنوان ده. طبعا هنا بيسألك بقى شوية أسئلة بسيطة، بيقول لك هل انت قدمت سابقا في المنحة دي، تمام، او الجامعة دي قدمت ليها سابقا ولا لا، بتضغط على كلمة نو. بيقول لك يعني درست فيها قبل كده، بتضغط على كلمة نو. هنا بالنسبة للملف الموجود هنا بيقول لك بالنسبة للطلاب بتوع تايوان لو هم عندهم خدمة عسكرية فبترفق شهادة الخدمة العسكرية. طبعا الجزء ده مش للطلبة الانترناشونال، فبتسيب الجزء ده فاضي وبتضغط على كلمة نو هنا، ومالكش دعوة بباقي الحاجات المطلوبة. يبقى انت كده مليت الجزء الاول اللي هو ابلكيشن انفورميشن. طبعا الجزء اللي تحت بس حاجات يعني بسيطه، لو مش عندك او ما قدمتش للجامعه قبل كده بتضغط على كلمه نو. بعد لما بتملى الجزء ده بتضغط على كلمه سيف، وبتخش على الخانه اللي بعدها. والخانه اللي بعدها اللي مطلوبه منك انك بقى تختار التخصص اللي انت عايز تقدم ليه اللي هو البروجرام ابلكيشن. ودي صفحه البروجرام ابلكيشن اللي انت بتختار منها التخصص اللي انت عايزه. قائمة التخصصات بتلاقيها هنا، بتختار تخصص، تمام، مثلا ايرث سيستم ساينس مثلا انا اخترت ده، وبتيجي هنا عند الحاجات الفرعية اللي انت عايز تدرسها فيها، وبتختار بمعدل تخصصين او تخصصين فرعيين، تختار رقم واحد ورقم اتنين. في الجزء ده هنا اللي هو البوتنشال ادفايزر، تمام، اللي هو الشخص المسؤول زي سوبرفايزر اللي هو هيعمل معاك الدراسة بتاعتك بالنسبة للماجستير، بالنسبة للدكتوراه، اللي هيكون مسؤول عن الأبحاث بتاعتك وكل الكلام ده. فبتقدر إنك تخش من اللينك ده وتشوف أي دكتور جامعي وتقدر تكتب اسمه هنا، أو لو مش حابب بتسيب الجزء ده فاضي. ولو اتقبلت في المنحة، المنحة هي اللي بتختار لك السوبرفايزر بتاعك اللي هيكون مسؤول عن الأبحاث بتاعتك أو الدراسة في الجامعة. طيب أنا دلوقتي اخترت خلاص التخصص بتاعي. هتيجي بقى بعد لما تختار التخصص وكل ده تخش على الخانه اللي بعدها اللي هو educational background، تمام. في الeducational background بيقول لك خلفيتك التعليميه السابقه، يعني ايه اخر مرحله دراسيه انت حصلت عليها. تكتب هنا التخصص اللي انت حضرته، تمام، تكتب اسم الجامعه اللي انت درست فيها، مكانها فين بالظبط، حضرت من سنه كام لسنه كام، الدرجه اللي انت حصلت عليها مثلا بكالوريوس او ماجستير. بتحط هنا بقى شهادة التخرج بتاعتك، تعمل تشوز فايل، بتحط شهادة التخرج بتاعتك، بتحط الدرجة الكلية بتاعتك، بتحط كشف الدرجات. كشف الدرجات معناه هو كشف تفصيلي بكل المواد اللي انت درستها في آخر مرحلة دراسية، يعني كل مادة وقدامها الدرجة بتاعتها. بيقول لك لو عندك كورسات إضافية، يعني لو الدرجة اللي انت حضرتها مثلا درجة البكالوريوس ليها أي تخصصات فرعية أو تخصصات مثلا إضافية، تمام، مش مرتبطة بمثلا الترانسكريبت او مش مرتبطة بكشف الدرجات، بتحط لستة بالقائمة دي هنا. طيب خلاص انت خلصت الجزء ده، وبيقول لك هنا تكتب في الجزء ده دراستك في اخر مرحلة دراسية كانت بأي لغة. بعد لما بتخلص الجزء ده بتضغط على المربع هنا انك خلاص متأكد، وبتضغط على كلمة سيف، وبتخش على المرحلة اللي بعدها. المرحلة اللي بعدها الستيتمنت اوف بيربوز، تمام. في الستيتمنت اوف بيربوز هنا ركز معايا فيها، وهي خطاب النيه اللي احنا كنا قلنا عليه. مطلوب منك تعمل الخطاب النيه ده في شكل ملف بي دي اف، يعني اكتبه الاول في ملف وورد وبعد كده حوله لملف بي دي اف. بيقول لك في الستيتمنت اوف بيربوز هنا
بتكتب ليه عايز تنضم للمنحه دي، ليه اخترت التخصص ده بالتحديد، بيقول لك الاوبجكتيفز الاهداف من اختيار التخصص، بيقول لك هل عندك عضويه في مثلا جمعيات علميه سابقه، يعني كنت مشترك مثلا مع جمعيه علميه سابقه مثلا او اي شيء. فبتكتب الحاجات دي في خطاب الدافع، واهم شيء انك تذكر ليه عايز تنضم للمنحه دي، اهم شيء ليه او ايه الهدف بتاعك من الانضمام للمنحه دي. في حاجه اسمها اذر دوكيومنت هنا بالنسبه فقط للناس اللي هتقدم على البايو انفورماتكس بروجرام، الناس اللي عايزه تقدم للتخصص ده، وهو عباره عن تخصص مزيج ما بين الهندسه والطب، تمام. فبيقول لك لو انت هتقدم للتخصص ده واخترته في البروجرام ابلكيشن، مطلوب منك ورقه اضافيه اسمها السيلف ايفالويشن فورم. فالسيلف ايفالويشن فورم دي لازم انت تملى كل البيانات المطلوبه منك فيها، تيجي تضغط عليها. لما تضغط عليها هينزل لك ملف شكل وورد، مطلوب في الملف ده شويه بيانات لازم تكتبه. الملف هيفتح معاك بالشكل ده، تمام. مطلوب منك في الملف ده، ده بالنسبه للناس اللي اختارت تخصص بايو انفورماتكس، اي تخصص تاني انت اخترته مالكش علاقه بالورقه دي او المستند ده ومش هتملاه، تمام. بيقول لك هنا اكتب لنا مثلا علاقتك بالرياضيات، هل درست مثلا مواد زي الكالكولوس زي ستاتكس قبل كده، وكان عدد الساعات اللي انت درستها ودرجتك فيها او درستها لمده قد ايه في الجامعه بتاعتك. هنا في الجزء ده بيقول لك الانفورماتكس الخاصه ب يعني هندسه الكمبيوتر خاصه بقواعد البيانات، هل عندك خلفيه بقواعد البيانات، عندك خلفيه مثلا زي السي بروجرامينج. طبعا الناس اللي هتقدم على البايو انفورماتكس اوريدي عارفه الحاجات دي، يعني هتكون عندها خلفيه عن الحاجات دي وعارفه تكتبها ازاي. وهنا بتكتب الاستادي بلان، الاستادي بلان هي حاجه كده قريبه من البيرسونال ستيتمنت، وبرضه بتحدد فيها اهدافك من الانضمام للبرنامج ده، بس هنا بتخلي الموضوع سبيسيفيك اكتر وبتتكلم عن البايو انفورماتكس لوحدها، تمام. يبقى استادي بلان هتتكلم فيها بس عن البايو انفورماتكس لوحدها. طيب انا دلوقتي بقى المفروض ارجع للابلكيشن تاني، خلاص حطيت الستيتمنت اوف بيربز، وبالنسبه للناس بتوع البايو انفورماتيك بروجرام هيحطوا الخطاب بتاعهم هنا. طيب خلصت الجزء ده، تضغط على كلمه سيف وتخش على المرحله اللي بعدها اللي هو التست سكور، ده خاص باللغه الانجليزيه. في تيست سكور بيقول لك اهم حاجه تثبت اجابتك للغه الانجليزيه، عندك لازم يكون معاك شهاده تويفل او ايلتس، الايلتس 5.5 مطلوبه منك، تمام، او يا اما تثبت بطريقه تانية. هنا بيقول لك اختار الطريقه اللي انت عايز تثبت بيها اثباتك للغه الانجليزيه، تويفل ولا ايلتس ولا جي اي بي تي ولا جي ار اي، تمام. ولكن لو انت درست برنامج سابق باللغه الانجليزيه وعايز تثبت عن طريق البرنامج اللي انت درسته، يبقى تختار ويف دي هنا، تمام، وتضغط عليها. فلما تختارها بيقول لك ان كده انت عندك اعفاء من اللغه الانجليزيه، بس عن طريق انك لازم تكتب لنا الاعفاء ده ازاي، تمام. يعني انت هتختار ملف هنا بيقول لك الاعفاء ده بيكون الاثبات بتاعه عن طريق انك تحط صوره من جواز السفر بتاعك، ده في حاله اذا انت شخص اجنبي ولغتك الاولى هي اللغه الانجليزيه، فهم هيعرفوا ان انت اوريدي عندك خلفيه عن اللغه الانجليزيه لانها هتكون نيتف فيها، او يا اما تكون درست برنامج سابق باللغه الانجليزيه، يبقى تجيب اوفيشال سيرتيفيكيت من الجامعه اللي انت درست فيها وتحطه هنا، تمام، وتكتب طبعا انت الدرجه اللي انت يعني خلصت فيها البرنامج ده، او التاريخ اللي انت خلصت فيها خلصت فيه البرنامج ده امتى بالظبط. بعد لما بتكتب كل البيانات دي بتضغط على كلمه سيف وتخش على الخانه اللي بعدها، وفي الخانه اللي بعدها الاكاديميك اتشيفمنتس اللي هي خاصه بشهادتك الاضافيه، لو عندك اي جوائز انت حصلت عليها بيقول لك اختار الحاجه اللي انت حصلت عليها هنا، هل عندك اي منشورات، يعني مثلا ناس كتبت عنك قبل كده، او انت عملت ابحاث سابقه بابليكيشن، او مثلا عندك جائزه، فبتختار هنا مثلا انت خدت الجائزه دي في ايه، خدتها في موضوع ايه، كان نوع الجائزه دي ايه، وبتكتب كل البيانات دي، تمام. طبعا كل الخانات دي انت بتشوف ايه الخانه المناسبه ليك وايه الحاجه الاضافيه اللي انت حصلت عليها. طبعا لو ما عندكش اي حاجه من الحاجات دي بتسيب الخانه دي فاضيه وما بتملاهاش. طيب خلصنا الاكاديميك اتشيفمنت، بتخش على الورك اكسبيرينس الخانه اللي بعدها، وفي الجزء ده الخاص بالورك اكسبيرينس بتكتب اي خبره عمليه عندك انت عملتها سابقا، اي شغل انت اشتغلته سواء في مجال اكاديمي، سواء مثلا اشتغلت في شركه، اشتغلت في اي حاجه، تكتب خبرتك العمليه. ولو ما عندكش اي خبره عمليه بتسيب الجزء ده فاضي، ولو عندك بتكتب البيانات بتاعتها هنا، زي مثلا الوظيفه، المسمى الوظيفي اللي انت اشتغلت فيه، الشركه اللي انت اشتغلت فيها والمؤسسه اللي انت اشتغلت فيها، البوزيشن اللي كان فيها، اشتغلت من امتى لامتى، وصف تفصيلي للشغل ده كان عباره عن ايه بالظبط، تمام، وبتضيف الورك اكسبيرينس بتاعتك هنا.
بعد لما بتخلص الجزء ده بتضغط على كلمة سيف وبتخش على الخانة اللي بعدها. الخانة اللي بعدها الخاصة بالريكومنديشن بتيجي عند كلمة ريفير انفورميشن اللي هي الخاص بإضافة الأشخاص اللي هيعملوا لك التوصية أونلاين. ولاحظ خلي بالك هنا إن التوصية هنا هتكون بشكل أونلاين، تمام؟ بمعنى إن هتكتب بيانات الشخص اللي هيعمل لك التوصية وتحط كل التفاصيل بتاعته، وبعد كده هتوصله رسالة على الإيميل بتاعه، تمام؟ زي ما هنشوف هنا، هنا هتحط بيانات الشخص، تكتب اسمه، تكتب اسم العائلة بتاعه، تحط الإيميل أدرس بتاعه هنا. وخلي بالك يعني ما تعملش التوصية من دماغك، يعني مثلا أنت ممكن تقول أنا ممكن أعمل توصية بنفسي أنا من غير محتاج أستاذ جامعي أو حاجة، ممكن أنا أحط إيميل مثلا تاني إيميل فيك على الجيميل أو الياهو، فما تحاولش تعمل كده لأن هم كاتبين لك تحذير هنا، لازم يكون من جامعة أو جهة حكومية أو كمباني، والإيميل لازم يكون في حاجة من الحاجات دي. طبعا الإيميلات الجامعية بتكون ليها شكل خاص غير الجيميل والياهو، فبالتالي بيتعرف إن الإيميل ده من جهة يعني حكومية أو مؤسسة أو شركة. تكتب البيانات بتاعت الشخص، بتحط الإيميل بتاعه، بتحط الدولة، بتكتب علاقته بيك إيه، مثلا كان مدرس عندك أو مثلا كان صاحب عمل. بعد لما بتخلص الجزء ده بتضغط على كلمة سيف وبيقول لك مطلوب منك 3 أو 2 ليترز على حسب التخصص، في تخصصات بتطلب 2 وفي تخصصات بتطلب 3، وحاطط لك أسماء التخصصات اللي بتطلب 3 خطابات توصية وباقي التخصصات بتطلب 2 توصية، تمام؟ طيب أنت دلوقتي ضفت الشخص، أنا عايز أضيف واحد تاني، أعمل إيه؟ هتروح عند الليست أوف ريفر، تمام؟ وتضغط عليها كده، ده هنا بيظهر لك اللي أنا ضفت واحد بس. طب أنا عايز أعمل إضافة لواحد تاني، تضغط على البلس دي عشان تضيف شخص تاني، وكل شخص هتضيفه هيوصله تلقائي رسالة. يعني مثلا أنا كتبت الشخص ده، يبقى الشخص ده هيوصله رسالة على الإيميل بتاعه ده من المنحة وفيها بعض المتطلبات والأسئلة. طيب أنت خلصت الريكومنديشن، بتخش بعد كده على آخر جزء حاجة اسمها السيرفي، اللي هو زي استبيان كده مطلوب منك، بيقول لك انت سمعت عن المنحه دي ازاي، بتكتب مثلا سمعت من عن المنحه دي من قناه على اليوتيوب، سمعت من صديق، سمعت مثلا من الفيسبوك، تكتب انت سمعت عن المنحه ازاي وبتضغط على كلمه سبميت. طيب حضرتك دلوقتي خلصت كل البيانات اللي فوق، بتيجي بقى عند كلمه سبميت دي، بتلاقي حاجه اسمها كلمه سبميت هنا، بتيجي بتضغط عليها، تمام؟ وهنا هيظهر لك المفروض في الجزء ده سبميت، ولكن انا ما ظهرليش ليه سبميت، عشان بيقول لي في معلومات انت لسه ما حطيتهاش، ما حطيتش شهاده التخرج بتاعتك، ما حطيتش الريكومنديشن، ما حطيتش شهاده اثبات اللغه الانجليزيه، تمام؟ فلما تخلص البيانات دي هنا بيقول لك لما كل البيانات المطلوبه منك هنا تنتهي او تخلصها وتقوم بملء جميع البيانات دي، هيظهر لك كلمه سبميت هنا وانت كده تقدم للمنحه. يبقى ابلكيشن التقديم شويه طويل ولكن مش معقد، يعني بسيط، شويه بيانات بس تكتبها وخلص الموضوع، مش معقد ولا حاجه، بس محتاج منك صبر وانك تملاه بعنايه. نرجع تاني بقى للمقال بتاعنا وننوه ان اخر ميعاد للتقديم هو كان 1 فبراير 2020، ما قدامكش وقت طويل، لو انت مهتم بالمنحه دي حاول تبدا في التقديم ليها من دلوقتي وتجهز كل اوراقك. والميزه المهمه في المنحه دي انك ممكن تاخد درجه الماجستير ودرجه الدكتوراه بعدد 5 سنوات كاملة من غير تقطع مثلا او من غير مرحلة دراسية واحدة، هتاخد الدكتوراه مباشرة بعد لما تخلص البكالوريوس وانت عايز تبدأ على طول في الدراسة في المنحة دي. منحة ممتازة جدا، فيها تمويل 1100 دولار شهريا، حاجة ممتازة وتفاصيل تانية كتير. لو مهتمين بالمنحة دي حاولوا تقدموا لها بسرعة قبل ميعاد التقديم ما ينتهي. اتمنى لكم التوفيق وان شاء الله بالنجاح والقبول في المنحة دي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.